كان الشوط الأول قد انتهى لفائدة ريال مدريد بهدف مقابل لا شيء. نستعرض الأهداف الثلاثة في هذه المباراة. تقدم ريال مدريد في الدقيقة 27 بواسطة إيغوايين بهذا الهدف لترى تمريرة من دي ماريا، واعتقد الجميع أن ريال مدريد سيتحرك ويرفع من الإيقاع في الشوط الثاني، ولكن الذي كان مختفيا في الشوط الأول وهو خطافي خطف الفوز بهدفين. هذا هو الهدف الأول لفاريلا بضربة رأسية من كرة ثابتة، وهي المرة الثانية تلقى فيها كاسياس هدفا من كرة ثابتة، ثم هجمة مرتدة ينهيها المغربي عبد العزيز برادة بهدف ثاني في مرمى كاسياس، ويخرج ريال مدريد خاسرا في أول ديربي في مدريد أمام فريق خطفي بهدفين مقابل هدف واحد. سقوط مدوي يمكن أن نقول لريال مدريد حتى في بعض الأحياء. كابتن، سنعود إلى هذا الجانب ونتحدث عن أداء ريال مدريد المخيب للأمال والصحوة المفاجئة لخطفي، ولكن بعد هذا الفاصل.